الرادار. الرادار رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى لل11 في رادار لليوم باش نحاولوا ديما مواكبة لعيد المرأة التونسية. تحية لكل مرأة تسمع فينا من المنبر هذية. معانا المفكر التونسي سي يوسف الصديق. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي يوسف. خير عسلامتكم وعسلامة لبنان. شنو أخبارك؟ مشكور جدا على التدخل معنا سي يوسف. سي يوسف اليوم وضعية المرأة من النظرة الأنثروبولوجية البحتة، اليوم وضعية المرأة في تونس، اليوم القوانين المجسدة لواقع المرأة، هل نعتبر أنه فما تطور اليوم كي نحكيه على مساواة بين المرأة والرجل؟ هل هذا مجسد على أرض الواقع؟ تقييمك للوضع الراهن للمرأة التونسية؟ تقييم الوضع من اللي وعيت بالقضية من 56 وقت جات من هذه التحوال الشخصية اللي هي فعلاً تقدم كبير ياسر 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 من ناحية النص، لكن الفجوة بين النص اللي هو تحرري وطريق لابد أن يستكمل حتى الحكومات اللي بعد المؤسس حبيب بورقيبة حاولت أن تطوره، معناها فترة بن علي وفترة أخرى حاولوا يطوروه، لكن الفجوة بين النص وبين الواقع قاعدة هي بيتها ولا يمكن هي قاعدة تستفحل. كيفاش تستفحل سي يوسف؟ شوف مثلا العنف ضد المرأة، العنف اللي ولا ما يتصوروش العقل، معناها القتل والوحدة وكل، بينما المشرع ما هوش قاعد ينتبه لحكاية، ما هوش قاعد يعمل في حوايج في إسراء النص بطريقة أنه هذا يكون ممنوع تماما، يعني يكون حرام، كما تقول حرام بالنسبة للمدينين حاجة حرام أنه عنف المرأة والبين، ما هي قاعد تخدم على روح. وثم النص قاعد باتصال مع الوضع اللي أسسه النص الديني اللي هو نص 15 قرن قبل كانت موجودة أشياء لا يمكن للنص الديني مهما كان ثورته ومهما كانت قوته ما يكون أن يتجاوزهم، كانت موجودة نجم يحد منه، كانت موجودة قدش من المرأة نجم تأخذها قد بتحب وردهم أربع وأبقى على حكاية الملك اليمين، معناها أنه نجم الجواري وحكاية كل ذن، معناها الوقت ما كانش يسمح وقتها أن يعمل ثورة دي. احنا تو كنا قرأوا ملك اليمين كل واحد منا يتهز ويتحط، معنى شو معناها ناخذ أي مرابش بالفلوسي اللي نحبها، ووقتها معناها التوى يقرروا فيها عنا، معناها في الحروب ثم سبايا يشدها من المغرب ولا من سوريا ولا من باكستان ويبعثها للخليفة ولا يبعثها يبيعها في سوق النخنسين، هذا كله مكانش موجود. إذن تطوير النص من ناحية علاقته بالنص الديني لازم يتطور، وعلاقته بالنص الأصلي العلماني كما عمل بورقيبة في مجلة الأحوال الشخصية يجب يتواصل التطور نتاعه إلى أن تصبح عدم المساواة أو الظلم ضد المرأة يصبح حاجة كما الحرام، معناها كما إنسان مثلا يتزوج أمه فماش كلام، معناها حتى حد ما تطلع في مخه أنه يتزوج أخته ولا يتزوج أمه. يجب يتطور النص المؤسس العلماني الإنساني والنص الديني كذلك، يجب يتطور إلى حد المساواة المعقولة اللي تخليك أي عاقل، معناها أي إنسان عاقل عمره 17 سنة تثقف شوية، المرأة هذه قاعدة تخدم، المرأة هذه قاعدة تربي في أولاد، قاعدة تعاني ربما لظروف اجتماعية أكثر من الراجل في تعاون فيه، كيفاش تقعد لحد الآن تظلم وتعنف وتقتل؟ حتى شفناها معناها كثير المرات السنة هذه والسنة اللي قبلها وكل وتقتل وما يصير حتى شيء، ما يصيرش زحزحة النص، زحزحة العقلية، زحزحة الإبقاء على مخلفات النص الديني اللي كان في وقت معين. النص الديني كان في وقت معين، ما كان النص الديني كان يسمح تقبل أنه إذا كان خفته مش 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 عاملة، إذا كان خفته باش تعمل عاملة إن خفت من نشوزهن أضربوه، وثم التثبت حتى من النص الديني. ساعات النص الديني بريء من فهم الناس، بريء. مثلا نعطيك مثال، قال لك الرجال قوامون على النساء، ما يكملش بما أنفقوا من أموالهم،
يا هي المرأة ولا تنفق من أموالها، شنو نعمل؟ شنو نعمل؟ معناها نقف في هذيك النساء درجات ما فضلنا بعضكم على بعضك، هاو نقف في هذيك، ما قالك خاطر تنفق فيها مالك وكزولي هي تنفق فيها مالك، شنو نعمل؟ تو سي يوسف، سي يوسف المشكلة مشكلة تشريعات ومشكلة قوانين ولا مشكلة عقلية وثقافة عند التوانسة؟ الزوج زوج، إذا كان تطور النص الديني، إذا كان سلك التعليم، أنا نعتقد اللي مثلا ماشي فضيحة أكبر من فضيحة وهو يسمعوا فيها المسؤولين على أعلى مستوى، يعني من رئيس الدولة إلى الوزراء إلى المربين كل، أكبر فضيحة عنا هي تدريس النص تاع التربية الإسلامية، يلزم يتطور تماما التربية الإسلامية، هي تعمل نسبية بين الوقت الذي أنزل فيه حاجة كالتوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا حاجة وتنقي منها ما هو الوقت هذاك، وثم آيات إنسانية ما يتنحاوش ما يتنحاوش، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قد حملها الإنسان إلى آخره، هذه تقعد إلى نهاية الإنسانية نهاية العالم، لكن ثم نصوص اللي يلزم توفق بين ما وصلنا إليه وبين ما كانش يفكروا ان المرأة تولي مديرة نتاع شركة، ما كانش يفكروا ان المرأة تكون محامية تكون مربية هي نفسها أستاذة تكون رئيس الجمهورية كما في الباكستان، توا بلد إسلامي معمق في الإنسانية، مدام بوتو الله يرحمها كانت معناها رئيس الدولة، إيه كيفاش هاو ما كانش موجودة، بالعكس اخترعوا أحاديث أن المرأة ما تقربش الحكم، ناقصات عقل ودين، ولعن الله قوما ولوا أمورهم ولوا عليهم امرأة، معناها هذا كله تحوير، يلزم يقولوا لا راهو هذا نسبيا، ربما الحديث منحول، ربما جاء في وقت معين انتهى أمره إلى آخره، هذا كله في التربية الإسلامية اللي الطفل ولا الطفلة ما زالت غضة، ما زالت تقبل التنسيب، ما زالت تقبل مقارعة الآراء بين بعضها، في الوقت ذاك قريها هكا، مش تقريها تقول له السبايا حاجة بقى، السبايا حاجة بقى، كيفاش السبايا حاجة؟ آخر مرة ما عند رجلها خاطر تحارب وكله وتمشي تبيعها في بغداد ولا تبيعها في الكروان، هذا كلام. سي يوسف يلزم اليوم يلزم نقريه بطريقة معينة، بطريقة متطورة، اليوم إذا يتم وضع خطة قدامنا، خطة يتم وضعها بالنقاط معناتها بالمهم والأقل أهمية والمدى معناتها توا والمدى المتوسط والمدى البعيد من أجل النهوض بوضعية المرأة، كان نقول لك معناتها تصنف لي الأولويات اللي لازم اليوم تطور مكتسبات المرأة، المكتسبات شنو ناقصها وكيفاش ممكن نطوروها بأولويات، النقطة الأولى والثانية والثالثة. نعطيك مثال في وقت بن علي، معناها وقت قريب جدا معناها، وما هوش وقت المؤسس اللي حرر المرأة وعطاها الإمكانية هذه، وقت بن علي معناها جاءوا تحدثوا على مسألة وجودها في المنزل، عندما قرر حكاية الطلاق والفراق بيناتهم، هي عندها الأولوية في المسألة، نص قانوني هذا في تونس، إذا كان ثم دار واحدة يسكنوا فيها هي اللي عندها الأولوية أن تبقى في الدار، ما هكا ولا على الأقل تطوير بطريقة هذه، تطوير القوانين لمحاذاة ما هو يطرأ. ثاني أنا توا بالنسبة لي الهم الوحيد هو كيفاش تقنين العنف ومعاقبة العنف اللي موجود ضد المرأة اللي استشرى تماما، هذه أهم حاجة اللي خلى برشا جمعيات هامشية لحد الآن، بيتي بيت المرأة النساء ديمقراطيات إلى آخره، خلاهم هامشين، لا يلزم البرامج نتاعهم والواحد نتاعهم يدخل في صلب القانون التونسي، في صلب القانون التونسي، واللي ماهوش نداء نتاع جمعيات معينة نتاع هواية نضال إلى آخره، معناها اليوم يلزم ينتبه المقرر الحاكم، يجب ينتبه أنه الأشياء المعقولة هذه يجب تدخل حيز القانون، تدخل حيز النصوص، على خاطر مجلة الأحوال الشخصية متاع 56 راهي بداية خطوة أولى وباب مفتوح إلى التطور إلى ما لا نهاية، خاطر ما زال عندنا أشواط وأشواط
باش نجموا ننهضوا بالمسألة. ننهضوا بالمسألة هذه اليوم. مشكور جدا المفكر التونسي يوسف الصديق على التحليل هذه، على الوضعية هذه. يقول لنا اليوم لازم تطوير التشريعات، راه لازم المشرع يجعل من عدم المساواة وإلا العنف ضد المرأة، أي حاجة ضد المرأة، أنها ترتقي إلى درجة الحرام كما قال هو، باش المواطن التونسي يكون واعي. مشكور جدا سي يوسف الصديق. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. احنا مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى لل11، نرجعوا لكم بعد موعد الأخبار.